شيء غريب. شوف هذا المكان اللي انا جيت منه. بسم الله. شفتوا شيء؟ بسم الله. بالتوفيق يا حبيبي. اللهم امين. الموقع في الجبل. ايه هذا ما يحتاج. انت ما شاء الله عليك. الله يسعدك يا احمد. بس يا اخي الموقع ذا جبل جبل، يعني عبال ما تكون بعيد عني ممكن قرابه 300-400 متر. تكفى يا احمد اذا في شيء الله يرضى عليك. اول باول. طيب ابشر، راح اخليك متواصل معي اول باول. ابشر ابشر حبيبي. الله يحفظك. انتظرك السياره. الله يوفقك يا حبيبي. دعوات. يلا. اسعد الله صباحكم بكل خير حبيبي المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليله المغامر عبد الله العنبري من مدينه الطائف في مغامره جديده. طبعا مغامرتنا الليله في بيت ما ادري كم عمر البيت، تقريبا 150 سنه الله اعلم. بس البيت يقولوا هذا مسكون بشكل غير طبيعي. هذا الكلام اللي وصلني الله اعلم. ونقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. البيوت لها كم؟ لا دعست يا جماعة. واحد دني كم يمشي العاصم. رد الباب. شوف يتحرك. دق هوا. بسم الله.
عند الباب، شوف يتحرك، دقوا هوا. بسم الله. شوفوا هذا الظهر كان يحطه في مايه، هذا ايش بالضبط؟ هذا شايفين مسويين قبضه كمان، شيء غريب. حتى الباب حقهم صغير، سمعتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بسم الله يا جماعة، شفتوا انتوا ولا؟ الله يسكن الحمام. ايش ده؟ في احد المكان؟ إني ما ركزت المدخل الثاني يا جماعة. ما حسكم الحمام ده؟ سمعي صوت؟ في صوت غريب في المكان ده. غرفتي محروقة. بسم الله. كفي المسامير. سبحان الله. من الشبابيك شيء غريب والله العظيم. ايش؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. في أحد هنا؟ بسم الله. في درج.
تبقى يجمع في حتى المكان. سمعتم؟ سمعتم؟ اوف دبابير، حش الدبابير. في احد هنا؟ في احد؟ مكان لايل للانهيار في أي لحظة. شيء غريب، شوف هذا المكان اللي أنا جيت منه. بسم الله. شفت شيء؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله. شوف الواحد ما ينتبه للحفر. لأنه حفرة رجلي دخلت فيها. مفيش. في أحد هنا؟ صراحة يعني إذا طلعت ما حقدر أنزل. في أحد هنا؟ بسم الله. أحسب كان في أحد هنا بلا شك. بحاول أخذ نفس. غريب. ما في شيء غريب.
أنا خارج من هذا الموقع صراحة، شيء غريب والله العظيم، ما أدري، أحس في أحد في المكان بجد بجد، شيء غريب هذا المكان. عمره يقول إنه أكثر من 150 سنة هذا اللي وصل عندي، والله أعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. خارج الآن من الموقع، أي ملاحظة يسر تبع هالشك مثل المقامي عبد الله عنبري، دعواتكم والحافظ الله. هذا الموقع وراي، شايفين مدري كم عمره، شايفين القمر، سبحان الله، يعطيك إضاءة كذا مكان مكان، أنت تمشي لوحدك قسم بالله إنك تعيش الأجواء صح. طلعت من الموقع يا جماعة الخير، اضطر اني اطفي الكبس وامشي عشان ما حد ينتبه، الظلام من ذا اللي قاعدين يشوف بين الجبال. تخيل احد قاعد في مكان يشوف، فعشان كذا الحمد لله. طبعا يا جماعة الخير انا خرجت من الموقع، ربي يعطيكم العافية. واي ملاحظة اي استفسار اكتب على هاشتاج تويتر المغامر عبد الله العنبري، أو أرسل على الخاص، دعواتكم والحفظ الله، يعطيكم العافية. وصلت السيارة.